ان شاء الله يا جماعه ناخد النهارده الدرس اللي باين المابنج والاستابيليتي، دول اللي باين لنا الحق والميد تيرم. انت خدت المابنج المره اللي فاتت، تاخد الاسبوع ده الاستابيليتي، ممكن تيجي او ما تجيش في الميد تيرم، تمام؟ فاحنا هناخدها احتياطي، مش مستاهله يعني ان احنا نتاخرك، تمام؟ فهناخدها جت في الميد تيرم اديك واخدها، ما جاتش خلاص يبقى ايه خدتها. على حسب طبعا الدكتور ما يقول لك الايه يوم الاثنين الجاي اللي هو بكره ان شاء الله، تمام؟ الدرس ده سهل وبسيط ومسالته ايه؟ تبقى بسيطه في الامتحان، فركز فيها، مش محتاجه منك غير ان انت ايه؟ تحل كتير زي ما اتفقنا، تمام؟ هما ثلاث حالات هنشوفهم ونتعامل معاهم. المابنج بيعتمد على القانون ده اللي احنا اثبتناه في شابتر واحد، ان الزد بتساوي اكسبوننشال ايه؟ تي اس، تمام؟ يبقى الزد بتساوي اكسبوننشال ايه؟ تي اس. طب الاس بتساوي كام؟ نرجع للمحاور بتاعتنا، خدناها السنه اللي فاتت، رحت راسم ايه؟ محور افقي اسمه سيجما، محور راس اسمه ايه؟ جيوم جديد، واعتبرت ان في الشمال ده كل الايه؟ الستيبل، تمام؟ ده في الاس دومين. فانا شلت الاس جنرال بقى، شلت الاس وحطيت ايه؟ سيجما زائد جي ايه؟ اوميجا. اي نقطه هنا بتتمثل بسيجما، هي كام سيجما وكام ايه؟ جي اوميجا دي. فانا خدتها جنرال، شلت الاس وحطيت جي ايه؟ سيجما زائد جي اوميجا دي، تمام؟ بعد كده وزع الاس بقى، وزعت الاس بقت ايه؟ اكسبوننشال تي سيجما، اضرب تي في السيجما يبقى اكسبوننشال تي سيجما، اضرب تي في الايماجنري يبقى تي في الايه؟ جي اوميجا دي، تمام؟ انا عايز دلوقتي ماجنتيود وانجل. قال لك خلاص هنفرض ان الماجنتيود بتاعنا ماجنتيود نقطه الزد بتساوي ايه؟ اكسبوننشال تي سيجما، ده هنسميه الماجنتيود، تمام؟ ما هو الزد المحور بتاع الزد جزء ريال اللي هو ده، هيبقى ريال وايماجنري. الاس بتاعتي سيجما جي اوميجا دي، الزد الدومين بتاعه ريال وايه؟ وايماجنري. يعني عايز ماجنتيود وانجل، اي ريال وايماجنري عايز ماجنتيود وانجل، مظبوط؟ الماجنتيود بتاعك هنعتبره ان ايه؟ اكسبوننشال ايه؟ تي سيجما. يعني لو اي نقطه ليها سيجما وليها جي اوميجا تجيب لها الماجنتيود بتاع الزد اللي هو اكسبوننشال تي ايه؟ تي سيجما. طب الانجل خدنا الحته دي اللي هي اوميجا دي، ده طبعا اثبات، انا خدت الايه؟ الخلاصه بتاعت الاثبات ان الماجنيتيود بتاعي اكسبوننشال تي سيجما والزاويه بتاعتي اوميجا دي في الايه؟ في الدي في الم... طبعا عشان ده بالريال، عشان احوله بالديجري ضربته في ال 180 على الواقع. القرنين دول اللي هتحل بيهم كل حاجه، تمام؟ طبعا ده جه في اثبات، انا عايزه ايه؟ من النهايه على طول، ان اي ماجنيتيود للزد اكسبوننشال تي سيجما، اي انجل للزد اوميجا دي في التي في ال 180 على بار. اداني بقى اي نقطه في الزد دومين في الاس دومين، اداني النقطه دي، اشوف السيجما بتاعتها بكام والاوميجا دي بتاعتها بكام، واعوض في السيجما اجيب ايه؟ الماجنتيود، واعوض في الاوميجا دي اجيب الانجل، واخد اهو اي انجل، اي انجل اهي، ايه الانجل بالنسبه لنا البوستيف ودي الانجل بالنسبه لنا ايه؟ النيجاتيف. اخد الانجل وليكن هي دي، واخد الماجنتيود بتاعي وليكن هي دي، يبقى النقطه هنا، تمام؟ بعمل كده في كل الايه؟ الحالات. طبعا انا مش باخد نقطه نقطه بقى، انا بعملها حالات، عندي ثلاث حالات، تمام؟ اول حاله لما يكون عندي ايه؟ في الاس دومين مقلوبها للزد دومين ايه؟ كل حاجه، الاس دومين فيها ايه؟ والزد دومين هيبقى ايه؟ تمام؟ اول حاجه كونستنت ايه؟ سيجما. لو خط ايه؟ ثابت السيجما بالطريقه دي، هي الاوميجا دي بتتغير، مظبوط؟ بس السيجما قيمتها واحده. هناخد ثلاث حالات فيها، سيجما زيرو، سيجما بوستر، سيجما ايه؟ نيجاتيف. انا يهمني اخد قانون عام هي بتتحول لايه على طول. خلي بالك السيجما مش هنا ثابته والاوميجا دي متغيره، تعال اعوض في الماجنتيود، يبقى الماجنتيود ثابت والاوميجا دي متغيره، تبقى الزاويه ايه اللي يخلي لك الماجنتيود تمثلها ازاي؟ ماجنتيود ثابت وزاويه متغيره سيركل. يبقى على طول احفظها بقى ان السيجما مبدته بتتحول لسيركل، تمام؟ يهمك في السيركل ايه؟ الراديوس، وذ الراديوس الار بتاعي هو ماجنتيود الايه؟ الزد اللي هو بيساوي اكسبوننشال تي. طب فين السنتر؟ اهو. يبقى باخد الراديوس وارسم الايه؟ وارسم الدايره. اتفقنا كده؟ تمام. يبقى كده اول معلومه خدناها ان السيجما بتتمثل بايه؟ بدايره. الدايره دي الراديوس بتاعها
ماجنتيود الزد اللي هو بيساوي اكسبوننشال تي اس. تمام قوي كده. خلاص تعال بقى نشوف الحالات بتاعتنا. لو السيجما دي بصفر، لو السيجما دي بوزيتيف، لو السيجما دي بايه؟ بنيجاتيف. لو هي بوزيتيف، لو هي بزيرو، يبقى اكسبوننشال تي زيرو كام؟ واحد. يبقى لو هي بوزيتيف، لو هي بزيرو، هيبقى الماجنتيود بتاعك بواحد. تمام؟ هرسم دايره صح؟ هرسم دايره ايه؟ الريدس بتاعها كام؟ واحد. اهو رسمت دايره الريدس بتاعها واحد. تمام؟ الدايره دي بنسميها اليونيتي سيركل. ودي مهمه جدا. تعالى بقى ركز فيها. مش انا اخدت دي واحد؟ اتقلبت بواحد. وده كان الاستيبل. فين هنا بقى الاستيبل؟ جوه اليونيتي. كل اللي جوه اليونيتي. تمام؟ والدليل ايه؟ الدليل ان انت خد خط نيجاتيف. خد خط نيجاتيف، يبقى سيجما بنيجاتيف. تمام؟ اكسبوننشال للنيجاتيف اقل من واحد، يعني جوه الدايرة. تمام؟ اكسبوننشال للنيجاتيف اقل من الواحد. يعني انت كده دخلت جوه ايه؟ جوه الدايرة، يعني السيجما دي، سيجما 2 دي النيجاتيف هترسمها بدايرة، بس اقل من دايرة الايه؟ اليونيتي. دي بنسميها عند سيجما 2. اتفقنا كده؟ وما بداخل اليونيتي كل ده ايه؟ ستيبل. ركز في الكلام، ما بداخل اليونيتي كله ايه؟ حتى لو الموجب هيطلع اكسبوننشال للموجب اكبر من الواحد، يبقى اوت سايد الايه؟ اليونيت سيركل، يبقى ان ستيبل. اهو دي الحاله الثالثه. تمام؟ يبقى اكسبوننشال لسيجما بالبوزيتيف هتبقى ايه؟ اكبر من الواحد. تمام؟ اكبر من الواحد يعني ان ستيبل. ما هو صح اصلا، ما انتهينا بالبوست ده. ايه دي في الاستيبل؟ دي مش في الاستيبل، في الان ستيبل. تمام؟ هتظهر لك في الزد برضو ان ستيبل. اللي هي دايره دي هتطلع اكبر من الواحد. ودي بنسميها عند سيجما واحد. تمام كده؟ المعلومه خلاصتها ان السيجما بتتمثل بايه؟ بسيركل. تمام؟ عندي ثلاث حالات. بوزيتيف يبقى أكبر من اليونيتي. نيجاتيف إيه؟ أقل من اليونيتي. بزيرو هي اليونيتي. تمام كده؟ ده اللي أنا عايز إيه أقول لك في الحتة دي. بالإثباتات طبعًا زي ما أنت شايف إيه؟ بناخد كل نقطة نعوض فيها. اتفقنا؟ والستيبل في الإس هو الجزء الشمال، ليفت هاند سايد. الستيبل في الزد هو ما بيدخل الإيه؟ اليونيتي. تمام؟ دي أول نقطتين اتعلمناهم. تعالوا نشوف الإيه؟ الجزء التاني. لو بقى العكس، لو الاوميجا دي هي اللي ثابته مش الاوميجا مش السيجما، يعني انا خدنا الخط ده، خدنا الخط الافقي، لا انا عايز خط راس بقى، الاوميجا دي هي اللي ثابته، الاوميجا دي القيمه، لكن السيجما ايه؟ بتتغير. تمام؟ تعالوا معايا. الماجنتيود بتاعي بيساوي ايه؟ اكسبوننشال تي سيجما، السيجما ثابته ولا متغيره؟ متغيرة، إذا ده هيبقى إيه؟ متغير، تمام؟ الزاوية أوميجا دي في التي في 180 على بار. الأوميجا دي ثابتة ولا متغيرة؟ ثابتة، بقيمة أوميجا 1، أوميجا 2، أوميجا 3، أوميجا 10، بقيمة ثابتة. هتديني زاوية إيه؟ هتديني زاوية إيه؟ ثابتة. أمثله إزاي الخط ده؟ لازم يكون لايت، ماجنتيود متغير لكن الزاوية إيه؟ ثابتة. فيبقى مبدته مبدته لاين وزن انجل، ما يهمنيش المجنود بتاعه بكام. تمام؟ اكيد المجنود دي حاجه ثانيه هتحدده، بس يهمني ان هو ايه؟ انجل، لاين على انجل. تمام؟ الانجل بتاعتي هي الانجل بتاعت الايه؟ بتاعت الزد اللي هي اوميجا دي في 180 على البار. تمام؟ احيانا ما بيجيبليش الاوميجا دي بقيمه، يعني الاوميجا دي احيانا يقول لي ايه؟ بنص، اوميجا دي مثلا بسالب نص، احيانا يقول لي ان الاوميجا دي نص اوميجا اس بدلاله الايه؟ الاوميجا اس. فانا لازم اخلق قانون تاني الاوميجا دي في ده في بدلاله الايه؟ الاوميجا اس. ما عنديش الا سامبلنج تايب. انا عندي الاوميجا اس او الاوميجا اس بتساوي 2 باي ايه؟ اف اس. اي اوميجا 2 باي اف. انت بتتكلم على السامبلنج، فرحت حاطط ايه؟ الفريكونسي سامبل، السامبلنج فريكونسي. تمام؟ فشلت 2 باي على ايه؟ على تي. ش
شيل التي دلوقتي تبقى اوميجا اس على ايه؟ من باي على اوميجا اتنين باي على اوميجا اس تمام؟ ارجع بقى ادي الاوميجا دي شيل التي حط اتنين باي على اوميجا اس في ال 180 على باي تطلع الباي مع الباي يبقى 360 اوميجا دي على اوميجا اس اصبح الزاويه ليها قانونين تمام؟ يبقى الماجنتيود اكسبوننشال دي سيجما خلاص ده قانون ثابت انما بالنسبه لي الزاويه ليها قانونين اوميجا دي في التي 180 على باي او 360 في الاوميجا دي على باي اوميجا اس عاوزهم زي اسمك ما تحطش القوانين دي مش هتحل المساله تمام؟ طيب تعالى برضو ناخد الحالات عند اوميجا بصفر اوميجا بوزيتيف اوميجا بايه؟ بنيجاتيف عوض عن الاوميجا هنا بصفر يديك الزاويه يديك الزاويه بكام؟ بصفر عوض عن الاوميجا دي بوزيتيف يديك الزاويه بوزيتيف عوض عن الاوميجا دي بنيجاتيف يديك الزاويه طب ازاي اخد اللاين البوزيتيف واللاين النيجاتيف؟ ده بوزيتيف وده كده ايه؟ نيجاتيف مثلا بوزيتيف 120 اروح واخد ال 120 اهي 120 واخد لاين تمام؟ نيجاتيف 120 نيجاتيف اخد منها نيجاتيف 120 اهو تمام كده؟ اشوف القيمة بكام بقى دي في المسائل اللي فاتت المهم ان هو الفكرة عندي ان هو مدته ايه؟ تو لاين التاني كان مدته ايه؟ سيركل تمام؟ القيم دي هنشوفها في مسائل طيب ناخد اخر حالة واهم حالة اخر حالة لو جالي بقى خط على زاوية في الاس دومين يعني مش خط ثابت تمام لا ده خط ايه؟ على زاوية في الاس دومين اصلا احوله لايه؟ احوله لشكل اسمه السبايرال ده شكل حلزوني تمام؟ بيطلع الشكل ده ازاي؟ بيطلع بشوية رسومات شوية فروض هنعملها دلوقتي تمام؟ طب نعم ايه؟ لو كونستانت زيتا كونستانت زيتا مش انت واخد الخط ده في الاس دومين السنه اللي فاتت كان ليه زيتا كان ليه بيتا اللي هي الزاويه وانت هتعرف تجيب الزيتا بتساوي كوزين الايه البيتا يهمك جدا تعرف الخط ده اللي مايل ده على فكره الاوميجا دي بتتغير والسيجما كمان ايه بتتغير فالاثنين دول طالما في متغيرين يبقى لازم تجيب لهم حاجه واحده بس اللي ثابته اللي ثابت فيهم اللي هو ايه الزيتا بجيبها ازاي كوزين الايه البيتا او علاقات مثلثيه ممكن يقول لك ده بكذا وده بكذا تمام؟ ما تثبتش المعنى انه هيديك الزاويه تمام؟ او ممكن اجيب تان ماينس 1 كوساين ماينس 1 ساين ماينس 1 اي علاقه مثلثيه تمام؟ يبقى المهم ان انا اوصل للايه؟ للزيتا بتاعته بكام؟ وعندك الماجنتيود بتاعك كان اكسبوننشال تي سيجما طب ما السيجما متغيره ما ينفعش اشتغل بيها تمام؟ فعوض عن السيجما لو انت فاكر في الاس دومين زيتا اوميجا ان جابها بدلاله الايه؟ الزيتا لان انا ما اعرفش عن المعلومه دي غير الايه؟ الزيتا فراح جايب السيجما بدلاله الايه؟ الزيتا وجاب التي 2 باي اوميجا اس طلع لك القانون ده اللي في النهايه الماجنيتيود بتاعي اكسبوننشال ماينس 2 باي زيتا على جذر 1 ماينس زيتا سكوير في الاوميجا دي على اوميجا ايه؟ المجهول بالنسبه لي دلوقتي ايه؟ الزيتا اتفقنا كده؟ هو ده اللي يهمني خد القانون ده اشتغل عليه جابه في الايه؟ جابوا بدلاله الايه؟ دلاله الزيتا. طيب عايز برضو الزاويه بتاعتي ما زالت بنفس القيمه اوميجا ايه؟ على اوميجا ايه؟ اوميجا اس تمام؟ يبقى انا عندي هنا عندي اثنين مجالين عندي مجهولين الاوميجا دي والاوميجا اس بكام؟ والزيتا بكام؟ اتفقنا؟ ماشي؟ الزيتا هجيبها من الخط اللي في الاس دومين طب وارسم ازاي؟ السبايرال ده ارسمه ازاي؟ ده اللي فيه الماجنيتيود متغير وفيه الايه؟ وفيه الزاويه متغيره. فهنفرض يا جماعه الكلام ده ثابت في كل الايه؟ كل المسائل. هفرض زاويه الزد بكام؟ تمام؟ انا اللي هفرضها، هعمل جدول كده نفس الجدول ده هعمله في كل المسائل اللي هتجيلي فيها خط زي كده. هفرض زاويه الزد هفرضها بكام؟ 0 30 60 يبقى ده فرض اسامشن. 0 30 60 90 120 150 100 وكام؟ 80 كفايه قوي. طيب بعد كده انا لما افرض الزاويه لما افرض الزاويه بالقانون ده فرضت الزاويه
وعندي ده 360، طب ما انا اقدر اجيب اللون جاي على جاس صح؟ هتبقى 0 على 360 ب 0، 30 على 360 اهو 30 على 360، 60 على 360، 90 على 360 وهكذا. تمام؟ بعد كده لما الميتود اصبح ايه؟ خلاص اعوض بيه، اعوض بالقيمه دي بصفر، يطلع لي واحد، يطلع لي واحد، يطلع لي هنا واحد، اكسبوننشال 0 بواحد، اكسبوننشال 30 على 60، اعملها انت بقى فانكشن في الاله الحاسبه معاك، تمام؟ اعملها فانكشن، غير دي من 0 ل 30، تطلع في دقيقه، تطلع لك الكلام ده كله. ما تنساش السكيل، انت هترسم السكيل. نعم؟ السكيل كام؟ من 1 ل 4، 1 ل 5 على حسب ايه؟ الرقم معاك. تمام؟ يعني على حسب الارقام، ممكن تكون 1 ل 3 لو الرقم معاك كبير. تفهم؟ يعني 1 ل 5 طلع لك مثلا 10. هترسم في حدود 10، 10 سم، لا كتير 10 سم، خليهم ايه؟ مثلا 8 خليها 6. اتفقنا؟ السكيل ما تنساش السكيل 1 ل 3، 1 ل 4، 1 ل 5، مش اقل من كده ومش اكتر من 5. طيب يعني الواحد ده هتبقى كام؟ 3 4 5 على حسب السكيل. هي تطلع بقيمة قيمة قيمة. تعالى بقى نرسمها، ركز بقى في الرسومات بتاعتك. ادي الريال وادي الايماجيني. ركز، هعمل ايه؟ هرسم اليونتي، لازم ارسم اليونتي، تمام؟ تبقى جالي بقى جالي يونتي، ما جاليش يونتي، جالي خط، انا لازم ارسم الايه؟ بدايتي هي رسومات اليونتي، ممكن يقول لي الاستيبل والان ستيبل، يبقى انا لازم ارسم له ايه؟ دايره اليونتي، رسمت اليونتي، تمام؟ ابدا بقى صفر مع واحد، صفر مع واحد، زاويه صفر، ادي زاويه صفر اهي، واحد اللي هي اليونتي، تمام؟ طيب بعد كده 30 والقيمة، أنت كده بقى تاخد 30 ومش عارف، لا خد المحاول اللي عندك، أدي صفر، أدي 90، أدي 180، أدي 360، ووصل ما بينهم، تمام؟ ما تفضلش ترسم في زوايا، يعني عندك صفر رسمناه، 90 ماجنتيود كام؟ مثلا أهو القيمة دي أهي، تمام؟ 180 ماجنتيود كام؟ القيمة أهي، روح واخد القيمة. انا مش عايز اكتر من ثلاث قيم دول، تمام؟ تعمل ايه؟ بيدك توصل ما بينهم. دايما ياخد الكيرف ده، تمام؟ ده اسمه سباير. عايز تتاكد خد زاويه هنا 120، خد زاويه هنا 30. ده اكتر حاجه تعملها، ما تعملش اكتر من كده، يعني 0 90 180. عايز تعمل زياده كمان زوايا؟ اعمل مثلا 60 و120، 30 و120. تمام؟ هات زاوية قبل وبعد. اتفقنا كده؟ تمام. خلاص رسمت ايه؟ السبايس. خلي بالك لو في خط تاني تحت، لو في خط تاني تحت، خلاص بقى انا مش هعمل نفس اللي عملته، هو ميرور. ميرور ليه اهو. مهندس مهندس الحته اللي في الشمال اتقلبت قلب. اكيد هتحدد لك الانجل، حاجه هتجمع لك الايه؟ الاثنين، تمام؟
بيقول لك هات لي المساحه دي فين في الايه؟ فين في الزد دومين؟ تمام؟ بيقول لك المساحه المتنشره دي هاتها لي في الايه؟ في الزد دومين انهي مساحه؟ اتفقنا؟ فهتبدا بحلولك واحده واحده زي ما ايه؟ زي ما اتعلمنا مع بعض. اول حاجه تاخد كل الحالات اللي هي ايه؟ كونستنت سيجما، السيجما فيها ثابت. الحاله الثانيه تاخد كونستنت ايه؟ اوميجا. الحاله الثالثه تاخد ايه؟ كونستنت سيجما. تمام؟ هنبدا بالايه؟ السيجما دي ثابته. عندي كام خط سيجما ثابته؟ هو واحد بس. عند سيجما تساوي كام؟ سالب 2. يبقى عند سيجما تساوي سالب 2 هتكتب كده ماجد 2 سيجما. لسه في الرسومات، خد الدرجات الاول في الكتابه. تمام؟ اكسبوننشال تي ايه؟ تي سيجما، ده الراديوس بتاعك. يبقى السيجما بتساوي سالب 2، عوض بقى بالارقام. ان الراديوس بتاعك اكسبوننشال تي، التي بكام؟ 1/10. 1/10 في السيجما بكام؟ سالب 2. سالب 2 شرطها عشان ايه؟ ما تغلطش. تمام؟ عشان تطلع لك اقل من الواحد، لان انت عارف ان دي هتبقى ايه؟ هتبقى جوه اليونت، هتطلع بكيلو. ما تنساش تضربها في الايه؟ في السكيل. السكيل ثبته دايما، خده ايه؟ خده كام؟ 4. خليها ما بين الثلاثة وما بين تمام؟ خليها 4 يعني ضربنا في 4. طيب خلاص ما فيش خطوط تانية. تمام؟ هاخد الايه؟ الأوميجا دي بتساوي ايه؟ ثابت. عندي كام أوميجا دي؟ عندي خطين 10 وماينس كام؟ 10. يبقى الأوميجا دي بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف كام؟ 10. تمام؟ ده بيبقى مبت تو لاين. الزاوية بتاعته هي عبارة عن الأوميجا دي في التي في ال 180 على ايه؟ على البار. ابدأ اعمل الزاوية بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف الأوميجا دي ب 10 في التي 1/10 في ال 180 على ايه؟ على بار. تطلع بقيمة بوزيتيف ونيجاتيف الزاوية. اتفقنا كده؟ تعالوا نمثل الاثنين دول على الخط. أول حاجة طبعاً برسمها اللي هي إيه؟ اليونتي. آدي اليونتي. خلي بالك من الرسومات، ما تنساش الأجساد ريال والماجنال. ماشي؟ ما تنساش الحاجات دي خالص. طيب رسمت اليونتي. بعد كده أنا عندي دايرة تانية جواها. مظبوط؟ طبعاً ترسم أنت بسكيل. آدي جوه دايرة تانية جواها تانية. جواها دايرة تانية. ده دي اليونتي، بس اعرف نفسي كده ان دي اليونتي ودي عند سيجما سالب كام؟ سالب 2. تمام قوي كده. بعد كده عندي كام؟ خطين، صح؟ خطين بزاويه بوزيتيف وزاويه نيجاتيف. الخطين الزاويه بتاعتهم هتطلع في حدود كام؟ 57 يعني في الحته دي تقريبا، في الحته دي. دي الزاويه البوزيتيف، دي اوميجا دي بوزيتيف، ودي اوميجا دي ايه؟ نيجاتيف. تمام قوي كده، اخدنا في الحتتين دول. ناقص عندي بقى ايه؟ ناقص عندي ايه؟ السبايرل. خلاص امسح بقى ده. يبقى الحالة التالتة سيجما زيتا بتساوي سيجما. ركز معايا، هي الزيتا البيتا بكام؟ البيتا بكام؟ البيتا بتساوي 60، لان انا البيتا هي الحته دي، دي البيتا انما مش دي. تمام؟ فالبيتا ب 60، يبقى الزيتا بتساوي كوزاين الايه؟ 60 بتساوي نص. على طول اعمل الجدول، هفرض زيرو، هفرض الزاويه واجيب الاوميجا دي على اوميجا اس، واجيب بعدها كده الايه؟ ماجنتيود. الماجنتيود بتاعي بيساوي ايه؟ اكسبوننشال ماينس 2 باي سيجما. تمام؟ ده اكتبه على الاله الحاسبه على طول، دخله على الاله الحاسبه وخلي ده اللي ايه؟ متغير مثلا اكس على 360، انت خلاص عرفتها. دي اللي بتبقى 0 30 60 90 ودي بتبقى ايه؟ 0 30 على 360، فال 360 عندك ثابته. غير بس، خلي ده اللي بيتغير اللي هو الاكس
تمام هيطلع لك ده على طول بس اضربه في سكيل اللي هو كام؟ 4. اسال كده اسال. عبد الله اسال. فين لبس التيت؟ ما انا بقول لك البيتا هي دي. البيتا الزاويه دي. انا مديك الزاويه المكمله اللي هي ال 30. لو الناحيه الثانيه كده بقيت من هنا برضه للناحيه الثانيه. فين الناحيه الثانيه؟ ديت؟ انا ما يهمنيش كل ده، انا يهمني الحته اللي ما بين اللاين والخط ده. قصدي لو خط كده. لو خط كده؟ لو خط كده؟ ما يهمني دي. يعني من هنا؟ عشان كده قلنا دي اكبر من 90، قلنا الخط ده الزاويه بتاعته اكبر من 90. والله الناحيه الثانيه يبقى انا ستيبل اصلا. ما هو انا ستيبل ليه؟ عشان هو اكبر من 90، عدى الخط ده. تمام؟ عدى الاستابيليتي. ركز بقى. صوت يا جماعه. عشان ترسم النصبايرال بس هي الناس بتاخد النقط دي، تاخد بس النقط المتوقعه. وهنا في نقطه وهنا في نقطه. تمام؟ توقع ثلاث نقط دول كفايه اهو. ابدا ارسم السبايرال. تمام؟ كده خلاص انت كده ايه رسمت كل حاجه ايه مطلوبه منك. تبدا تقشر. التقشير ده بقى عايز ايه؟ هدوء بقى خمس دقايق كده ايه؟ تبدا تحدد النقط الاول. اول حاجه ركز. التقشير اللي هي الحته دي كلها. هي نقطة عبارة عن نقطة، ادي نقطة اثنين ثلاثة أربعة. تمام؟ عايزين أول نقطة دي هي علاقة ما بين إيه؟ أو ما بين إيه وإيه؟ النقطة دي ما بين السبايرال وما بين الإيه؟ السيركل. السيركل أنهي سيركل؟ الصغيرة. تمام؟ فين السبايرال والسيركل والسيركل الصغيرة؟ أدي نقطة هنا. اتفقنا؟ النقطة اللي تحت زيها؟ هيبقى النقطة اللي تحت زيها اهي. تمام؟ بعد كده ما بين السبايرال وما بين اللاين اللي بوسطه. تمام؟ يبقى ما بين السبايرال واللاين يبقى دي. تمام؟ وأكيد اللي زيها تحت، اللي زيها تحت اللي هي ايه؟ دي. الأربع نقط دول يجمعوا لك الأربع نقط دول اللي هي المساحة فين؟ المساحة دي. اتفقنا كده؟ يبقى المساحة دي هي ايه؟ هي دي. تعبر عن ايه؟ تعبر عن الجزء ده الستيبل. الحته دي بس الستيبل، هي الحته دي بس الستيبل. تمام كده؟ ايه؟ قول لي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ فيزيكال يعني مين؟ ده اس دومين. دي دايره مثلا فور فوكس. ممكن يكون في الحته دي. هو في الحته دي اس دومين. روح فوكس فوق دايجرام اي حاجه من اللي انت خدتها اللي انت خدتها. اثنين واحد اثنين. تمام؟ طبعا مع الايه؟ مع اليونتي. تمام؟ مديني اي داتا عنهم ثانيه؟ مش مديني اصلا قيمهم بكام؟ خلي بالك. تمام؟ مديني كام كام اكس اوميجا دي ثابته؟ اكس واحد اللي هو جي اوميجا اس على مديني كام سبايرال؟ السبايرال وادي ايه؟ كام؟ تمام؟ خلي بالك بقى المسائل اللي زي دي محتاجه منك ايه؟ تركيز. مش هتقعد بارقام، وانا مش عايز بارقام. وانا عايزك ترسم الشكل ده توقعه هيبقى عامل ازاي. تمام؟ بس مديك حدود ليك. من الزيرو لحد كام؟ اوميجا اس على الاثنين، ما هي الزيرو هتتقلب بزيرو. اوميجا اس على الاثنين تتقلب بكام؟ 180، والحسبه ايه؟ ان الزاويه بتساوي اوميجا دي على اوميجا اس في 360. اوميجا دي بكام؟ اوميجا اس على الاثنين، تطير الاوميجا اس على اوميجا اس يبقى قلب نص 360 اللي هو كام؟ 180. تمام؟ يبقى انت بتتكلم في ايه؟ من الزيرو لحد ال 180، انت بتتكلم في الجزء اللي فوق. اتفقنا كده؟ ده اول معلومه. ثاني معلومه عندي دايرتين، واحده انسايد اليونتي واحده اوت ايه؟ اوتسايد. رحت راسم اليونتي دي اليونتي، واحده انسايد واحده ايه؟ اوتسايد. انا بس يهمني بس المساحات ما بينهم تكون ايه؟ واضحه بس. تمام؟ تعال بقى نرسم. خلاص رسمنا ده، رسمنا ده، محتاج الايه؟ السبايرال. عندي كام سبايرال؟ عندي اثنين سبايرال. اخد السبايرال السهل الاول. تمام؟ السبايرال ده بادئ كده كده من الايه؟ من الزيرو. لو عندي اليونتي
من الزيرو عند الليميت من هنا كده كده السبايرال بيبدا من هنا تمام. طيب انتهى فين؟ عند تقاطع ايه مع ايه؟ الدايره مع اللاين تمام. فين الدايره مع اللاين؟ قول فين الزاويه دي؟ الدايره الصغيره مع اللاين اللي هي الحته دي. ما هو ده ما هو اصل في 180 الزاويه دي مظبوط اللي هو ده والدايره اهي اللي هي اهي تمام. فالسبايرال هيبقى من هنا لهنا هيمشي كده تمام. انا عملت كروكي ما هوش مديني اصلا اي ايه اي داتا عنه فانا خدت من بدايته لنهايته عارف شكله هو عامل ازاي. اتفقنا؟ قول باي راديوس بس الام انسايد واوت سايد واحده انسايد واحده اوت سايد فمش معقوله هتبقى هنا وتبقى انسايد وغلط. السبايرال الثاني برضه لازم من اليونتي تمام بس رايح لحد فين؟ الدايره اللي بره بقى اي الدايره اللي بره تمام كده. تعال نطلع دي المساحات. المساحه رقم واحد دي فين؟ المساحه رقم واحد اول سبايرال اول سبايرال ده انا بس نشيل السبايرال ونعمله تاني. بصوا يا جماعه ركزوا معايا انا رسمت دول ما فيهمش اي مشكله. عايز ارسم السبايرال. السبايرال ما عنديش عنده اي ما عنديش عنه اي داتا عندي بس بدايته فين ونهايته فين. ادي بدايته اهي ونهايته ايه اهي تمام. فبعمل كروك ليه من البدايه للنهايه. بدايتي فين كده كده من عند اليونتي. اي سبايرال بدايته من عند الايه اليونتي بس سبايرال يكون كامل يعني بدايته واضحه قدامك تمام. يبقى ده من عند اليونتي. نهايته فين؟ عند تقاطع اللاين ال 180 الزد مع الايه؟ مع السيركل مظبوط؟ فين اللاين ال 180؟ ادي اللاين ال 180 مع السيركل اللي جوه اهي. يبقى النقطه دي هي دي نهايته. واضحه كده؟ خدت من بدايته لنهايته كروك ليه. واضحه؟ تعالوا السبايرال الثاني برضه الخط ال 180 مع الدايره الكبيره. ادي الخط ال 180 مع الدايره ايه؟ الكبيره ومن نفس البدايه تمام؟ رحت ماشي ايه؟ مش المفروض يطلع بره ويرجع. ما هو اليونتي يا ابني اهي دي اليونتي دي اليونتي ياخد نفس الشكل الصغير يعني ازاي؟ قصدي ياخد نفس الشكل الصغير. ازاي؟ اطلع بره ازاي؟ اطلع بره كده وراح التاني كده. ممكن يمشي بعد اليونتي وفوق الصغيره ويطلع بره. لا ما تفرقش على حسب بقى الكروك يعني انت عايز تطلعه كده انا برسم كروكي يعني عايز تطلعه بالشكل ده ما تطلعه ايه المشكله بس انا برسم كروكي ليه؟ يعني قصدي بنفس الشكل الصغير خلاص يعني بنفس الشكل الكبير ركز معايا بقى ركز معايا بقى ركز معايا بقى. انا عايز الاريا دي اريا واحد خلي بالك اول نقطه اهي دي النقطه دي اهي ادي النقطه الاولى بعد كده ما بين الايه؟ ما بين ال 180 مع الدايره الصغيره وما بين ال 180 مع الدايره الكبيره اللي هي الحته دي النقطتين دول هيبقى اصبح الحته دي هي رقم واحد ما بين المساحه دي ما بين النقطتين دول والنقطه دي النقطتين دول انا موقعهم اهو تمام والنقطه دي اللي هي دي تمام رحت واخدهم وما بين الاثنين سبايرال ادي الاثنين سبايرال اهو خدت الحته دي كلها دي رقم واحد. رقم اثنين ما بين السبايرال خلي بالك ده جوه اليونت بقول لك ده جوه اليونت ما بين السبايرال وما بين الدايره تمام ما بين السبايرال وما بين الدايره ايه ده اهو تمام دي رقم اثنين. رقم ثلاثة ما بين السبايرال وما بين الدايرة اللي بره ما بين السبايرال وما بين الدايرة اللي بره اللي هي رقم ثلاثة تمام كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ لو أنت بقى مشيت بداية بره ورجعته هتاخد برضه الحتة دي مش هتقل شوية مساحتها هتقل ماشي هو كروكي بس مش عارف مش
باشمهندس هو اصلا ازاي ممكن يخرج بره عشان كل اللي على اللاين ده لازم يبقى لا لا ممكن يجي بكيرف كده بس قاعد ممكن هي وضع الدايركت دي هو على حسب بقى الرسومات هو هنا هنا لازم يبقى هنا نفس هنا نقطه هنا نقطه الجو دي عايز لحد هنا مش هتكمل السنه دي مهمه جدا السنه دي مهمه للدكتور هيما والدكتور سليمان كانوا بيقولوا على السنه دي بيقولوا عليها حاجه تعال ناخدها في كذا صوره يعني خلي بالك انا عندي كام دايره بعد اليونتي خلي بالك اليونتي كده كده مرسومه تمام رسمنا اليونتي تمام بعد كده عندي سالب نص سالب واحد سالب واحد طبعا انت بتمشي بالخطوات الرياضيه زي ما اتفقنا تمام انا بس بحل على طول يبقى سالب نص سالب واحد سالب واحد ونص ده هيعمل لك كام؟ ثلاث دوائر سالب نص سالب واحد سالب واحد ونص وادي الايه؟ اليونتي اتفقنا؟ عندي كام خط؟ اثنين ادي خط ادي كام؟ ادي اثنين الخط الاولاني جي اوميجا اس على الثلاثه اوميجا اس على السته يعني 360 على الثلاثه و 360 على السته تمام؟ هتطلع لي خط هنا بالشكل ده وخط هنا بالشكل ده. واضحة؟ تمام؟ تبدأ ترسم بقى. ارسم مين؟ هترسم سبايرل؟ ما عندكش أي حاجة. وخلي بالك، خلي بالك، السبايرل بيبدأ إيه؟ عشان تقيس له زاوية يبدأ من هنا. ده طبعًا سبايرل مش كامل. تمام؟ فتعمل إيه؟ في الحالات اللي زي دي هتفرض نقط نقطة رقم واحد رايحة لنقطة رقم اثنين عن طريق سبايرل نقطة رقم اثنين رايحة على نقطة ثلاثة نقطة أربعة خمسة تعمل نقط وتبدأ توقع النقط دي على الرسومات فين نقطة واحد تقاطع الخط ده اللي هو هيبقى ايه؟ لاين الخط ده في الزد لاين مع ايه؟ مع اليونتي فين الخط ده مع اليونتي؟ ده رقم واحد اتفقنا؟ الخط رقم اثنين، النقطة رقم اثنين، تقاطع اللي ايه؟ ايه مع ايه؟ أنت ما تعرفش السبايرل. خلي بالك. أنت تقاطع دي مع دي. تقاطع الخط مع الدايرة الصغيرة شوية اللي هي دي رقم اثنين. واضحة؟ رايح لها بإيه؟ ما بينهم إيه؟ سبايرل أهو. بروكلين انا عملت نقطه واحد اهي نقطه واحد ما بين ايه وايه نقطه واحد دي ما بين الخط وما بين اليونتي ادي اليونتي وادي الخط تقاطع ما بينهم نقطه واحد نقطه اثنين نقطه اثنين ما بين الدايره الصغيره وما بين الايه الخط الدايره الصغيره والخط ادي النقطه رقم اثنين وصل ما بين واحد واثنين بسبايرل اللي هو اصلا مالكش داتا عنده ما عندكش اي داتا ليه فبترسمه خط كيرف ما بين واحد واثنين سؤال يا جماعه لا اسم يعني سالب نص سالب نص ده هي دي سالب نص سالب واحد سالب واحد ونص يا جماعه اسمها بين احسبها بالاله الحاسبه كل ما تقل كل ما تطلع يعني كل مثلا سالب نص او انت زي ما انت شايف ادي سالب واحد سالب واحد سالب نص اللي بتقرب لليونتي سالب نص اللي بتقرب لليونتي احسبها بقى بالكالكوليتر كل ما تقرب من ناحيه اليونتي هتكبر هنا في الدوائر يعني من السالب ايه السؤال الثاني؟ واضحه ولا هكملها تاني لسه كده سبع نقط نقطه رقم ثلاثه يا ابني ركز نقطة رقم ثلاثة خلاص يبقى هنا ثلاثة نقطة رقم أربعة هنا خمسة هنا ستة هنا ودي سبعة تمام ما بين واحد واثنين ماشي على ايه؟ على سبايرل ما بين اثنين وثلاثة ما بين اثنين وثلاثة ماشي على الدايرة اهو ما هي دي دايره يا جماعه ماشي على الدايره اهو بتمشي على الدايره ما بين ثلاثه واربعه سبايرل بترسم انت السبايرل اهو ما بين اربعه وخمسه على الدايره ادي الدايره
ما بين 5 و 6 سبايك، ما بين 6 و 7 بتاعي. تمام؟ في الامتحان بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك حاجه كده انت بتنساها، يروح يقول لك هات الحته دي، ما تسيبلوش الرسمه كده، اشر بقى الحته دي، اشر دي واشر دي واشر دي. اصبحت ثلاثه دول، ثلاثه زون دول، هما ثلاثه زون هنا. تمام؟ الدفعه اللي قبلكم استغربوا برضه بالشكل ده اللي هو امتحان ال 100 ده. طب كويس، بس بصوا يا جماعه، بالنسبه للجوري ستابيليتي تيست، انت كنت بتاخد في سنه ثالثه لو حاجه بتعمل بيها الاستابيليتي اسمه ايه؟ راوس تيست. تمام؟ كان ده بتعمل فيه ايه؟ اختبار للسيستم، بتشوف هل هو ستيبل ولا ايه؟ انستيبل. ولو انستيبل في كام بول في الانستابيليتي؟ كنت بتشوف على حسب الديجري، بول 2 3 4 على حسب. تمام؟ في الست دومين جوري تيست، جوري ستابيليتي تيست. تمام؟ طيب بتعمل ايه بيها؟ بعمل بيها شكل الاستابيليتي، هل هو ستيبل ولا انستيبل؟ ما بعرفش كام بول. في الراوس كنت بتعرف كام بول في الانستابيليتي. تمام؟ انما هنا ما بعرفش كام بول، انا بس مجرد اعرف هو ستيبل ولا ايه؟ انستيبل. تمام؟ يعني جوه اليونيتي ولا بره ايه؟ اليونيتي. تمام؟ بشتغل على البلس ترانسفير فانكشن. تمام؟ افهم المعنى الاول قبل ما تشتغل على الاستابيليتي. انا بشتغل على البلس ترانسفير ايه؟ فانكشن. البلس ترانسفير فانكشن بجيبها بسط ومقام، البسط والمقام بيختلفوا على حسب السيستم. تمام؟ يعني في احنا خدنا سيستم كان البلس ترانسفير فانكشن كان 1 زائد جي اتش كل زد، صح؟ وخدنا سيستم تاني كان جي زد على 1 زائد جي زد اتش ايه؟ زد. وانا مش عايزك تحفظها، انا عايز المقام بصفر. المقام ده اساويه بالصفر احصل على الكاركترستيك ايكويشن بتاع الايه؟ بتاع سنه ثالثه. هنا في الزد اسمها بي زد، كنت في ثالثه بتقول اف اس، ده اسمها بي زد. تمام؟ يبقى البي زد هي عباره عن واحد المقام بساوي صفر، المقام بساوي بصفر. المقام ده بيختلف على حسب السيستم، ممكن يكون جي اتش زد او جي زد اتش زد. انا كاتب لك كوره، ما تنساش ان المقام ده بيختلف. تمام؟ طيب بعد كده اساويه بالايه؟ اساويه بالصفر. طيب اروح واخد المقام ده اساويه بالصفر، تطلع المعادله دي، المعادله دي وليكن تطلع في الزد دومين المعاملات بتاعتها، ايه نوت في الزد؟ اس ان، ايه واحد في الزد اس ان ماينس 1، تفضل تنزل لحد الاي ان اللي هو المعامل الفري، كل ده بيساوي كام؟ صفر. اول كونديشن، اول كونديشن ان الاي نوت لازم تكون اكبر. طب لو ده بسالب اضرب في سالب واخليه بالايه؟ بوزيتيف، اضرب المعادله كلها في سالب لان كده كده بتساوي ايه؟ صفر، ما كافش من حاجه. اتفقنا كده؟ يبقى لازم اخلي ده ايه؟ يتحقق، وانا كاتبه مش في الكونديشن لان ده هيتحقق كده كده. تعالى بقى نشوف الكونديشن اللي ممكن تتحقق او لا. اول كونديشن الاي ان كماجنتيود لازم يكون اقل ايه؟ من الاي نوت. انا باخد الاي ان كماجنتيود كقيمه، ماليش دعوه بالاشاره. مثلا ده بنص، يبقى الاي نوت المفروض يبقى بواحد او اكبر من النص. تمام؟ طب لو ما كانش كده ما بتحققش، يبقى ده ايه؟ انستيبل اول شرط. طب ده اتحقق، اكمل الفي زد، معادله الزد اشيل كل زد واحط عنها كام؟ واحد، المفروض تطلع اكبر من الزيرو. لو اتحقق كمل، لو ما اتحققش انستيبل واخلص على كده. في زد اشيل كل زد واحط عنها زد ماينس، يعني ماينس واحد، اشيل كل زد واحط ماينس واحد. المفروض لو الان دي ايفن، عدد زوجي 2 4 6 الكلام ده، لازم تكون اكبر من ايه؟ من الزيرو. لو عدد فردي يبقى اقل من ايه؟ من الزيرو. ما تحققش يبقى انستيبل، تحقق امرك لله تعمل تيبل. تمام؟ يبقى التيبل بقى ترجع للتيبل اهو. الصفوف بتاعته عدد الصفوف الروز 2 ان ناقص 3، الان هنا بكام مثلا؟ ب 5، يبقى 2 في 5 ب 10 ناقص 3 يبقى 7، يبقى عندك 7 صفوف. اتفقنا؟ طيب المعاملات بحطها ازاي؟ قال لي زد نوت، زد واحد لحد زد اس ان. ابدا افرغ المعاملات. معامل الزد نوت بكام؟ اي ان
ده معامل الزد ايه روت ده معامل الزد ايه ان تمام اروح مبرر ايه ان ايه ان ماينص 1 لحد ايه بنقطه بالصف الثاني اقلب الاي نوت هجيبه هنا تمام بعد كده ايه ان لحد ايه ان ناقص طبعا لحد ايه الايه اعكس يعني اجيب ده هنا وده هنا واجي ده ايه في الاخر هنا اتفقنا تمام طب الرقم 3 اجيبه ازاي الصف رقم 3 ركز بقى هنسميه بي ان ناقص 1 لانه هيقل طبعا ايه هيقل عمود تمام هيقل عمود يعني هنا كانوا 5 تمام يعني خد 5 مثلا هيقل عمود هيبقى ايه ناقص 1 ازاي هيقل العمود ده كسبت العمود ده عشان اجيب البي ان ناقص 1 اضربها لك كده عشان تبقى فاكرها بتساوي ايه ايه ان في الاي ان ايه ان في الاي ان ماينس ايه نوت في الاي في الاي نوت ايه نوت في الاي نوت تمام طب بي ان ماينس 2 بي ان ماينس 2 بتساوي اثبت ده زي ما اتفقنا لان انا اصلا هيقل ايه ان في الايه الحته دي هو الرقم ايه نوت في الايه في الرقم ده اتفقنا كده فده ثابت على طول واضحه واضحه انا كده كده مش هفضل الا في الاسرار الصف الثاني هتتجمع هتشوفها بالارقام دلوقتي شوفها بالارقام عشان اقول لك الرقم بتبقى كام بالظبط طيب ركز الصف اللي بعد كده ركز ده بي نون لحد ما يوصل بي نون ركز يا جماعه لو ده الخمس عمدان يبقى دول اربعه يبقى البي اربعه بس اروح عكسه اخلي هنا البي نون وهنا البي ان ماينس ايه ال1 هل افضل اكمل على طول الصوره هل افضل اكمل على طول انا اخلي سبعه ممكن ما اوصلش كمان للسبعه لو البي ان ده لازم ان البي ان ماينس ال1 لازم يكون اكبر من البي نون شيل الاشارات مالكش دعوه بالاشارات لازم ده يكون اكبر من ده مثلا ده واحد ممكن ده يكون نص ربع 9 من 10 ما يكونش 1 ونص 1 ونص يبقى السيستم ده ايه انا ما تكملش بقى هو طاف على الحته دي تمام شوفها بقى بايه المساله كده ايه ظريفه اول حاجه اول كونديشن ان الماجنيتيود ابدا المعادله اهي قدامي اشوف الكونديشن رقم 1 ايه ان ايه نوت لازم تكون بكام ببوزيتيف اه يا مصطفى خلاص ببدا هشوف الكونديشنز بتاعت الباقي لو هنا بالسالب هروح ضرب في السالب واخلي المعاملات كلها بالسالب وابدا اشتغل يبقى الكونديشن رقم 1 ماجنيتيود الايه اقل من الايه نوت الايه اللي بكام 8 من 100 عشان طبعا الاشاره هل اقل من الواحد يبقى ساتسفايد يبقى كمل تمام نكمل بعد كده بي زد على زد بتساوي على زد بتساوي 1 اشوفها المفروض تكون اكبر من الصفر تمام اشيل كل زد واحط واحد ادي واحد ناقص واحد واثنين من عشره زائد سبعه من ميه زائد ثلاثه من عشره ناقص ثمانيه من ميه هتطلع تسعه من ميه اكبر من الكام من الزيرو فخلاص ستسفايد رقم ثلاثه شيل كل زد وحط زد ماينس ايه اكبر ولا اقل من الزيرو اكبر من الزيرو يعني انه ايفن اربعه شيل كل زد وحط سالب واحد يبقى دي واحد زائد واحد واتنين من عشره زائد سبعه من ميه ناقص ثلاثه من عشره ناقص ثمانيه من ميه بتساوي واحد من ثمانيه اكبر من الصفر هتحقق يبقى الخطوه الرابعه نعمل التيبل اروح عامل التيبل ركز بقى عشان تشوف المعادلات بتاعتي بتترص ازاي اول حاجه انا عندي كام صف 2 ان ناقص 3 2 ان 8 ناقص 3 5 يبقى 1 2 3 4 5 معاملات رقم الصف الاولاني المعاملات بتاعته ايه بمشي ان لحد ايه نوت؟ ليه ان اهي؟ ركز ليه ان اهي؟ سالب 8 من 100 3 من 10 7 من 100
ناقص 1.2 واحد. الصف الثاني اعكس المعاملات، ادي واحد سالب 1.2 7%، 3 سالب 8%. تمام قوي. الصف رقم 3 بقى اجيب معاملاته ازاي؟ ده في ده ناقص ده في ده. تمام، ده في ده ناقص ده في ده. تمام، بكام بقى؟ سالب 9.94. تمام. طب الصف العمود الثاني اجيبه ازاي؟ ده ثابت معايا، هيبقى ده في ده. تمام، وده في ده، ده في ده ناقص ده في ده. تمام، واجيب العمود واجيب الصف الثاني اللي هو 1.176. ده ازاي؟ ده بكام؟ ده في ده ناقص ده في ده، ده ثابت معايا. تمام، وابدا ايه؟ هتلاقي قل عمود، يطلع سالب 4. دول كام رقم؟ 1 2 3 4 5، دول هيطلعوا 4. تمام، بعد كده تعكس. قبل ما تعكس اعمل التشيك، ده 9.10، ده كام؟ 2.10، يبقى كبير خلاص، يبقى كمل. تمام كده. طب لو طلع ده اقل وانا ستيب. تمام، نعكس سالب. انت وراك حاجه؟ بنشك تاني ازاي؟ اشوف ده كقيمه، ماليش دعوه بالاشاره، ده 9.10، ده 2.10، ده لازم يكون اكبر من ده. تمام، يبقى بعمل البنشك هنا واسيب واحد واجي اعمل تاني واشوف البنشك، يعني لازم اعمل البنشك. يطلع هنا برضو نفس القصه يا جماعه، عايز اجيب ده رقم 5، اثبت ده وده في ده ناقص ده في ده، ودول 4، يبقى هيبقوا كام؟ 3. ده 9.10 وده كام؟ 3.10، يبقى ده اكبر من ده، يبقى السيستم ستيبل. طب لو ما كانش اتحقق مفيش كريتيكال، مفيش كريتيكال؟ بصيت كده ليه؟ مفيش كريتيكال ولا ايه؟ هات لي كونديشن فيه كريتيكال. سوا ايه اللي سوا بعض؟ هتلاقي بي زد ده بصفر، لو ده بصفر والشروط اتحققت وعملت تيبل وكملت وكله ساتسفايد. تمام، او ان ده بصفر برضه، يعني ده بصفر او ده بصفر او الاثنين بصفر، اي حاجه بصفر، المهم يتحقق الشروط دي تكملها تلاقي اتحققت. تمام كده ولا لا؟ ماشي، لو بصفر كمل برضه. لو بصفر، لو ده طلع، ركز معايا، لو ده طلع بصفر خلاص كمل. ده طلع ان ايفن طلع اكبر من الصفر خلاص يبقى اتحقق. طب لو طلع اقل من الصفر يبقى انا ستيبل، مشكلتك فاهمني؟ طب كمل، ده طلع صفر وده طلع اكبر من الصفر، والتيبل هنا طلع ده اكبر من ده اكبر من ده خلاص يبقى كريتيكال. طب طلع ده اقل من ده يبقى انا ستيبل. لو في شرط تتحققش بعد كده يبقى انا ستيبل. زد سكوير زائد 1.2 زد زائد 4.10، لو ده اللي درس الاستابيليتي، هل دي فيها تيبل؟ ما فيهاش تيبل، هي 2 ان ناقص 3، 2 في 2 ب 4 ناقص 3 1، يعني ما هو صف واحد بس. تمام؟ يعني في الزد سكوير انا ما فيهاش تيبل، يبقى بشتغل ايه؟ الكونديشن بس. تمام؟ عشان كده بيجي بالي في ايه؟ في اي مساله زي دي بيقول لي هات الرينج بتاع الكيلو. تمام؟ العكس بقى، مش ادرس الاستابيليتي، لا هات الرينج بتاع الكي بتاع الاستابيليتي، هو الكي ده بكام؟ لا عشان يحقق لك الاستابيليتي، هتلاقيها كتير في المسائل الروت لورنس. طيب فايند، او يجي يقول لك فايند الاستابيليتي رينج بتاع الكي، مثلا ادرس لما الكي بتساوي 2، الكي بتساوي 4، الكي ما تعملش كل واحده تشيل الكي وتحط 2 تحط 4، لا هات الرينج وادرس. اتفقنا؟ طيب المساله برضو اشتغلها ازاي؟ بتيجي على اساس خالص من الاول خالص، وانت بتشتغل لباتس ترانسفير فانكشن ولا بتشتغل لاوبن؟ بتشتغل لباتس التوتال.
تمام؟ البلس دي بتساوي كام؟ بتساوي كام؟ مظبوط. لو انت عندك ده الاوبن ترانسفير فانكشن، انت بتبقى اشتغل على البي زد اللي هي 1 زائد الجي اتش اي زد، صح ولا لا؟ ما هو مديك الجي زد، انت بتشتغل بقى 1 زائد الكلام ده بتساوي بصفر. واضحه ولا مش واضحه؟ ما تنساش الحته دي، انك تشتغل 1 زائد الجي. طيب هو بس مش هيدالك بالسهوله دي، هو هيدالك في الاس وانت تحولها للزد وتجيبها زي ما هي موجوده معاك في المساله في الورق، انما انا جبتها في الزد على طول. طيب في الميد ترم بيجيلك في الزد على طول، في الفاينل بيجيلك من الاس. وشوف الامتحانات هنا وهنا، على فكره مش هتحل امتحانات ميد ترم، مش هتحل مسائل بايديك، مش هتحل حاجه في الميد ترم، تمام؟ مش هتحل وتبدا تشوف المسائل بتتحل ازاي بالارقام وتبدا تشتغل من اول المساله لاخرها، هتحل مسائل الميد ترم وتدور الفول مارك. انا بكلمك والله بجد، يعني انت لو حليت مسائل وانا نزل لك ملزمه مراجعه، المسائل اللي فيها حلها، دي كلها مسائل ايه؟ ميد ترم، تمام؟ حلهم، اياك ما تحلش، اياك ما ترجعش لورق الشرح، المهم حل المسائل دي بايديك، تمام؟ مع السكاشن عشان تعرف تتحل ازاي، طريقه تتحل ازاي، تمام؟ بس ماشي؟ واحد زائد جي زد تساوي صفر، ركز. واحد زائد كي 3 6 8 زد زائد 0.64. نبدا اطبق القانون، ان الواحد زائد الجي بتساوي صفر، ادي الواحد وادي الجي، عوضت عنها المعادله اللي هو مديها لي بتساوي صفر، تمام؟ ابدا ظبط المعدل، المعاملات في الزد سكوير، معاملات في الزد، معاملات في ايه؟ في دي. اضرب بسط المقام في كام؟ زد سكوير ناقص الكلام ده كله، هيطلع لك هنا زد سكوير ناقص 1 زائد 6 زائد 8 زد زائد 8 من 10 3 زائد الكي 3 من 10 زائد 0.264 بتساوي صفر، تمام؟ ابدا بقى لخصها كلها زد سكوير زد فري، هتطلع المعادله النهائيه زد سكوير زائد ده معامل الزد، الزد سكوير معاملها بواحد، الزد اس واحد معاملها ده، تمام؟ زائد 0.368 زائد 0.264 كي ايكوال صفر. ده المعامل الفري، ده معامل زد واحد، ده معامل ايه؟ زد اثنين. اول حاجه مش هتعمل تاني، انت تحقق بس الثلاثه كونديشن اللي احنا اتفقنا عليه، وتتاكد ان ده اكبر من الزيرو، هو اكبر من الزيرو. حقق الثلاثه كونديشن، اول كونديشن ايه؟ ان لازم تكون اقل من الايه؟ ان وان. فين الان؟ او بوينت 3 6 8، بوينت 3 6 8 زائد بوينت 2 6 4 كي اقل من الاي نوت اللي هو واحد، تمام؟ دي تتحل ازاي؟ دي قول ايوه صح، مظبوط، تتحل كده بوينت 3 6 8 زائد 2 اقل من واحد وسالب واحد، ده معنى علاقة بيتفك سالب واحد وواحد، تمام؟ فكيته سالب واحد وواحد، بعد كده اودي ده بايه؟ بشاره مخالفه هنا وهنا، يبقى سالب واحد سالب بوينت 3 6 8 اقل من بوينت 2 6 4 كي اكبر من 1.368، اصبحت ارقام. المهم رينج الكي، اقسم ده، اقسم الرينج ده على البوينت 2 6، اطلع لك كي رينج للكي، الرينج بتاعك ايه؟ 2 3 9 4 اول رينج، والمعدل رقم واحد اداني كونديشن للكي بيساوي من كذا لكذا، طبعا انا هلغي السالب، مفيش كي بالسالب، تمام؟ فانا يهمني لحد هنا، بس هتاكد من الكونديشن رقم 2، كونديشن رقم 2 دي زد عند الزد ايكوال 1 لازم تكون اكبر من الزيرو، يعني انا هبدا من الصفر، هبدا من الصفر، بس هنتهي عند 2 ولا اكبر؟ الكونديشنز اللي بعد كده هي اللي هتبين. طيب
اول تاني كونديشن ان البي زد عند زد بتساوي 1 اكبر من كام؟ شيل كل زد وحط كام؟ 1. هيطلع لك الكونديشن ان الكي اكبر من الصفر. تمام؟ الكي اكبر من الصفر ده الكونديشن واكدها لي ان هشيل السالب. ثالث كونديشن البي زد عند الزد بتساوي كام؟ لازم تكون اكبر من الصفر لان ايفن. كي هتطلع اقل من 26.38. الكونديشن بتاع الكي من كام لكام؟ من 0 لحد 2.39. قال لي ادرس بقى الكي عند 2 ستيبل، 4 ان ستيبل، 5 10 ان ستيبل، 1 ستيبل وهكذا. ما تفضلش ايه تعوض بالكي وتشتغل 6 7 مرات فانت تحل المساله دي ويقول لك تلحق تروح. تمام ماشي يا جماعه، معاك البلزمه معاك.